السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله أوقاتكم بكل خير تلاميذي الأعزاء مع درس جديد من دروس العلوم بعنوان ما الغذاء الملوث؟ أمي أمي، معدتي تؤلمني جدا، لا أستطيع النهوض، أشعر بالغثيان والإقياء الشديدين. ما بك يا بني؟ ما الذي أصابك؟ لا أدري يا أمي، ولكنني أشعر بألم شديد. أمي، لقد شاهدت أخي أحمد وهو يشتري الحلوى المكشوفة من البائع في الطريق، فهل يعقل أن يكون سبب ألمه من معدته بسبب هذه الحلوى المكشوفة؟ ومتى فعل هذا الشيء؟ ألم أخبركم بعدم تناول الطعام المكشوف من الطريق؟ ألم أخبركم بأنه طعام ملوث ويضر بصحتكم؟ بني، إياك وتكرار هذا الأمر مرة ثانية، لأن الغذاء الملوث يسبب أمراضا عديدة لجسم الإنسان كجراثيم الحمى التيفية وجراثيم الكوليرا وأيضا الديدان الطفيلية التي تتسبب بآلام شديدة في البطن مثل ما جرى معك الآن. حسنا يا أمي، أعدك بعدم تكرار هذا الأمر مرة ثانية. وإليك بعض النصائح لإزالة التلوث عن الغذاء. أولا، يجب غسل الخضار والفواكه بالماء والصابون جيدا قبل تناولها، وأيضا يجب عدم تناول اللحوم إلا بعد طبخها جيدا، ويجب عليك شرب الحليب المغلي والمعقم. إذن صغاري، يسبب الغذاء الملوث أمراضا عديدة كجراثيم الحمى التيفية وجراثيم الكوليرا والديدان الطفيلية. هذه الأمراض تسبب آلاما شديدة في المعدة والبطن. وكيف نزيل التلوث من الغذاء؟ أولا، أغسل الخضار والفواكه بالماء والصابون جيدا قبل تناولها. ثانيا، أتناول اللحوم بعد طبخها جيدا. ثالثا، أشرب الحليب المغلي والمعقم. وبذلك نزيل التلوث عن الغذاء. والآن بعد استماعنا للدرس، هيا بنا لنحل بعض الأسئلة عنه. السؤال الأول، ما الأمراض التي تنتج عن تناول الغذاء الملوث؟ ما هي الأمراض؟ جراثيم الحمى التيفية وجراثيم الكوليرا. أحسنت. السؤال الثاني، كيف نزيل التلوث من الغذاء؟ نزيل التلوث من الغذاء بغسل الخضار والفواكه بالماء والصابون جيدا قبل تناولها، وبشرب الحليب المغلي والمعقم.